هو اليوم رحل أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي عن عمر يناهز 74 عام، وذلك في أحد مستشفيات ولاية أريزونا الأمريكية بعد صراع مع المرض. محمد علي كلاي كان له مواقف كثيرة، كان مرتبط بمصر جدا وزار عدد من محافظاتها، وكان قريب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. من أكتر المحافظات اللي كان بيزورها محافظة الشرقية اللي سجل التاريخ لمباريات هناك. كمان كان ليه مواقف ثابتة وجريئة، وكانت أشهرها مواجهته للرئيس الأمريكي بيل كلينتون. وداعا الأسطورة محمد علي كلاي. كان الأجرأ والأمهر، استطاع على حد تعبيره أن يحلق فراشة ويلدغ مثل نحلة، وكان أول من يفوز ببطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل 3 مرات. إنه الملاكم العالمي الأسطورة محمد علي كلاي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع مع مرض الشلل الرعاش. ولد كلاي لأسرة أمريكية بالولايات المتحدة، ولمع نجمه في عالم الملاكمة عندما تمكن عام 1964 من إقصاء بطل العالم آنذاك الملاكم سوني ليستون عن عرش الملاكمة. حقق كلاي فوزا قويا على جو فريدزن في مباراة عرفت بمباراة القرن، واحدة من أقوى المباريات في تاريخ الملاكمة. وفي عام 1999 توج بلقب رياضي القرن، فهو صاحب أسرع لكمة في العالم وصلت سرعتها إلى 900 كيلو متر في الساعة. كانت حياة كلاي مليئة بالإثارة والاختيارات الصعبة، فقد اعتنق الإسلام عام 1964 وغير اسمه من كاسيوس إلى محمد علي، ما كلفه سحب لقب بطل العالم منه، إلى أن شعبيته زادت بعد رفضه الانضمام للجيش الأمريكي في حرب فيتنام لأنه يخالف تعاليم الإسلام الذي اعتنقه. أدى كلاي مناسك الحج وزار مصر والكويت وليبيا والجزائر والعراق. نقل كلاي إلى المستشفى بعد معاناته من ضيق التنفس وتدهور حالته الصحية حتى توفي. وعلى مدى مشواره في رياضة الملاكمة سجل أعلى أرقاما قياسية، بالإضافة إلى مواقفه المثيرة للجدل، مما جعله واحدا من أشهر شخصيات القرن العشرين. Get ready to meet God. سارة رفعت، مساء القاهرة، تن تي في.